ادوی سے کی سادی قبولیت واسطے بابا زے بلندر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات عن جابر بن عبد الله انصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة كان داخل علي ابي رسول الله في بعض الايام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال اني اجد في بدني زوفا فقلت له عزك بالله يا ابتا من الزوف فقال يا فاطمه اتني بالكساء اليماني فغتيني به فاتيته بالكساء اليماني فغتيته به وسرت انظر اليه واذا وجهه يتلا له كانه البدر في ليله تمامه وكماله فما كانت الا ساعه اذا بولدي الحسن صلوات قد اكملا وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا قره عيني وسمره فؤادي فقال يا امه اني اشم عندك رائحه طيبه كان رائحه جدي رسول الله فقلت نعم ان جدك اتى الكساء فاقبل الحسن ناول الكساء صلوات وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله اتاذن لي ان اكون معك اتى الكساء قال عليك السلام يا ولدي وصاحب حوزي قد ازنت لك فدخل ماءه تات الكساء فما كانت الا ساعه اذا بولدي الحسين صلوات قد اكملا وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قره عيني وسمرت فؤادي فقال اليوم اني شم عندك رايه طيبه كان رايحه جدي رسول الله فقلت نعم ان جدك واخاك تات الكساء فدنا الحسين ناول الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله اتاذن لي ان اكون معكم اتات الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع امتي قد اذنت لك فدخل معهما اتات الكساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب صلوات وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا ابا الحسن ويا امير المؤمنين فقال يا فاطمه اني اشم عندك رائحه طيبه كان رائحه اخي وابن امي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تات الكساء فاقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يتازنوني ان اكون ما اقمت الكساء قال له عليك السلام يا اخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللوائي
قد أذنت لك فدخل علي ذات الكساء ثم أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتأذنوا لي أن أكون معكم ذات الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت ذات الكساء فلما اكتملنا جميعا ذات الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء ما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء آل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي ويلمني ما يلمهم ويزنني ما يزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطاهرهم تطهيرا صلوات فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم ذات الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن ذات الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومادن الرسالات هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أتأذنوا لي أن أكون أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فأبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله يا العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي جلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزيا ولا فلكا يدور ولا بار يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم قد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا ذات الكساء صلوات فقال لأبين الله قد هو إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات فقال لي أبي يا رسول الله يخبر لما لجلوسنا ذات الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي باسني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل آل الأرض في جم من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمات وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وذا شيعتنا ورب الكعبة صلوات فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي باسني بالحق نبي واصطفاني برسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل آل الأرض وفي أجم من شيعتنا ومحبين وفي مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجات إلا وقضى الله حاجاته
فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب القابة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا قائم آل محمد بار الى چودا دی ذات و عظمت دا صدقہ حدیث کے ساتھ پڑھیا اپنی بارگاہ چ منظور و مقبول فرما مالک اللہ بانیان دا جشن پاک دا اتمام اپنی بارگاہ چ منظور و مقبول فرما مالک اللہ بانیان دے گھرانے تے اپنی خصوصی رحمتاں دا نزول فرما مالک اللہ آون والی دکھاں تکلیفاں پریشانیاں مصیبتاں تو محفوظ و مامون فرما مالک اللہ سا سارے کو واجبات ادا کرن دی توفیق عنایت فرما مالک اللہ محرمات تو بچن دی توفیق عنایت فرما مالک اللہ ادراد دا صدقہ مرحومین دا درجات بلند فرما صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما مالک اللہ قبور کو آل محمد نور نہ روشن و منور فرما مالک اللہ چودہ دی عزت دا صدقہ مالک اللہ کروڑ کروڑ جنت نعیم جنت فردوس وچ اعلی مقام عنایت فرما مالک اللہ حاضرین کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما انہاں دے گھرانے تے رحمت دا نزول فرما مالک اللہ تمام دے نیک دلی مقاصد پورے فرما چودہ دی عزت و عظمت دا صدقہ سا سارے کسے زال کر بلاؤ شام دا زوار بنا چودہ دی عزت دے توسل نال صدقہ محمد و آل محمد دی عزت دے نال استاد صاحب انہوں دی زندگی دراز فرما جو پریشانی اندور فرما مالک اللہ وسیع رزق عنایت فرما مالک اللہ صدقہ محمد و آل محمد عزت و عظمت دا صدقہ بے اولاد مومنین کو حیات یال فرزند عنایت فرما مالک اللہ بالخصوص و بالاخص اس وسط بھی جتنے مومنین مومنات بے اولاد ان حیات یال فرزند عنایت فرما مالک اللہ جنہ کو جتنے زندگیاں دراز فرما مالک اللہ بیمار مومنین کو جسند صدقے صحت کلی نصیب فرما مالک اللہ امام منتقم دا جلدی ظہور فرما بے حق امام زمانہ علیہ السلام قلیل دوئیں اپنی بارگاہ چ مستجاب فرما دعا قبول بے حق علی و بطول استجب دعا نا بے حق دم المظلوم دعا مدی قبولیت واسطے باواز بلندر صلوات خوشی کرو باواز بلندر صلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین صلوات کوشش کرو باواز بلندر صلوات پڑھو سب تو پہلے تمام موالیاں نے حیدر قرار کو جشن علی ابن ابی طالب بہت بہت مبارک ہوئے آئی دی رات صدقہ مالک تھوڑے تمام نیک دلی مقاصد پورے فرماوے نعرہ تکبیر انہیں نہیں بھئی سارے رل کے اگلے پیچھے اگلے پچھلے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیات
یزیدیان اہل بیت تمام دشمنات لانات تاجیل ظہور امام زمان باواز بلندتر صلوات ایک دے ایک ربائی پڑھنا چاہنا کیونکہ اتنی جرت نہیں استاد ہونا ممبر تے موجود ہیں تے میں کہے جن ظرف دی اکھے نوٹی ہوئی بے دید ہے دید نہیں کر سکدا توجہ ہے سارے آنی میرے آلے پاسے ایک دے ایک ربائی پڑھنی ہے استاد ہونا تو بھی دعا گھرنی ہے تو سمومنین تو بھی دعا گھرنی ہے میں کہے جن ظرف دی اکھے نوٹی ہوئی بے دید ہے دید نہیں کر سکدا جہڑا علم دے شاعر تو دور کھڑا ہے تاکید مزید نہیں کر سکدا شاعر آدھائے آج احمد میدے مولا دی خوش تھی ان حق ہے مومن دا منصور ہے میدی گالٹل اے عید یزید نہیں کر سکدا دوئے حد بلند کر کے نعرہ ہائے